السلام عليكم. أنا الدولي، أنا سعيدة نادر من مرتين. الدولي بنتي عندها 8 سنين، دابا عندها 19 سنة. أنا ما كنشوفها، ما كنسمع ليها حتى شي خبر. واحد نصراني في سبتة كان تحرش بيا، وديك الساعات مشى جاب لي البوليس. أنا ما كنعرفوش اش كيقول اسبانيولي، جاب لي البوليس. الدولي بنتي الخيرية، أنا كنت كندخل من سبتة كنخدم، كنحمل مع الناس وكنعمل لهم بيسات تما. يعني الدولي بنتي الخيرية، أنا دوزت يومين للكومساريه في سبتة، عطاوني نخرج من المغرب. قلت لهم وبنتي؟ قالوا لي بنتك ما عدياش، عتبقى في الخيرية. المهم وصخوا لي الباسابورتي، تعدوا عليا بزاف. أنا ما كنعرفش اللغة. وأنا دابا الله يرحمكم الوالدين، كنشوف هذا القنصل د سبتة د اسبانيا يوقف معايا يرد لي بنتي. أنا بنتي ما كنهضر معاها، ما كنشوفها، ما والو. ما يمكنش أنا نبقى هيدا. العيلة عندها دابا صلاة عمي 19 سنة، وعندي العيلة صغيرة آية عندها 11، وعندي العيل متوحد. دابا الله يرحمكم الوالدين والله يجازيكم، تشوفوا الحالة ديالي. أنا ما نقدرش نعيش هيدا. دابا وقفوا معايا وتشوفوا الحالة ديالي. أنا بنتي شعيلي ما شفتها، دابا عندها 19 سنة. الله يرحمكم الوالدين، ما بقاش أنا هيدا. أنا مريضة، أنا مرضت على هاد العيلة، أنا بزاف عليا، أنا ما عندي حتى واحد، أنا يتيمة. ودابا تشوفوا الحالة ديالي، الله يرحمكم الوالدين. القنصل دسبانيا يشوف ما يعمل معايا، نشوف بعدا عا بنتي وتهضر معايا ونعرفها وتعرفني. الله يرحمكم الوالدين، راه هادشي هذا بزاف، ضيعوني في هاد العيلة بزاف بزاف. ودابا تشوفوا بالحالة ديالي، الله يرحمكم الوالدين الله يجازيكم. عندي العيلة صغيرة كنبكي عليها، خصها اختها. والعيلة عندي متوحد عنده 13 سنة. ودابا تشوفوا الحالة ديالي، الله يهديكم ورحموا لي القلب ديالي. مقدرتش نعيش أنا هيدا، نعيش أنا مريضة، دايما مريضة، ما كنشوفها، ما كنسمع ليها حتى شي خبر. ما عرفتها ولا بالروح ولا ميتة. أما ناقصني بنتي تعرفني ونعرف. الله يجازيكم في الخير، وتشوفوا الحالة ديالي، الله يرحمكم الوالدين. أنا رانيا ديالي، الله يرضى عليك والله ينزل عليك الرضا. أنا يما خصني نعرفك الحبيبة فين تينا، وتينا تعرفني وتشوف الحبيبة من العائلة ديالي. أنا ما عطيتكش نصارى وما زولولي. واحد نصراني تحرش بيا يا الحبيبة، وما عرفتوش اش كيقولوا، مشى جاب لي البوليس وزولك لي يا الحبيبة. ودابا الله يرضى عليك يا المرضية ديالي، شوف من حالتي يا الحبيبة وارحمني، ودار معايا يا الحبيبة ونضر معاك. الله ينزل عليك الرضا يا رانيا ديالي، والله ينزل عليك الرضا، الله يرضى عليك يا رانيا. شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.